افتتح وزير السياحة خالد العناني ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والأنبات مثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطة بمحافظة الشرقية. النهاردة هنفتح أحد نقاط تطوير مرتبط بمسار العائلة المقدسة، لأن أول مكان دخل فيه العائلة المقدسة مصر كان محافظة الشرقية ومنطقة تل بسطة، واستمروا فيها بضعة أيام. وإحنا مرينا النهاردة عشان مشروع تطوير البير اللي مرتبط بمسار العائلة المقدسة وزي نيافة الأنبا مقال، وكذلك في بلبيس. أنا شرفت كوزير الآثار بافتتاح عدة مشروعات في العائلة المقدسة كترميم كنائس وأديرة مرت عليها العائلة المقدسة، ولكن 2021 هو عام مختلف بالنسبة لي، لأني أشرف بالإشراف على السياحة مع الآثار، وإن إحنا بنؤتي ثمار مجهود بدأ من أكثر من سنتين بناء على توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بتطوير نقاط العائلة المقدسة واستثمارها سياحيا وأثريا. لقد عملنا مع وزارة السياحة والتنمية المحلية والكنيسة والجهات المعنية جميعا في هذا الأمر، وعملنا يد واحدة لمدة عامين، مش داخل هذه النقطة فقط ولكن في 25 نقطة من 8 محافظات على مستوى محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية. ولشرفني هنا أن نجد أن هناك هذا البئر المقدس الذي نبع من عهد السيد المسيح، ويوجد بئر آخر في شجرة مريم، ثم الينبع هما الماء النبع الأحمر، وهو معجزة قائمة حتى الآن، معجزة ضرب بها قدم المسيح البحيرة ذات الملوحة العالية وينبع منها الماء العذب حتى وقتنا هذا في هذا اليوم، ودي طبعا في محافظة البحيرة. انطلاقا من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل الحكومة المصرية ومن ثم محافظة الشرقية على تدليل جميع العقبات أمام المشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة، حيث نشهد جميعا اليوم هذه اللحظة الحاسمة، وهي لحظة افتتاح أعمال تطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بمنطقة تل بسطة. يمثل مسار العائلة المقدسة إضافة هامة للمزارات السياحية، خصوصا السياحة الدينية، باعتباره أحد المقاصد الدينية التاريخية. واعتبر هذا المشروع الهام من أهم المشروعات القومية التي تحمل الخير لمصر وللمحافظة، ويحظى باهتمام الدولة وكافة الجهات المعنية لتنشيط السياحة الدينية ودعم الاقتصاد المصري. في هذا اليوم العظيم أتقدم بالشكر إلى الرئيس المصري المستنير، أتقدم إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر العميق لاهتمامه وإنجازاته، لاهتمامه بهذا الحدث باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الكبرى، واعتباره محورا معماريا وتنمويا تقوده السياحة. وإنجازاته تتحدث عن نفسها، إنجازاته تثير في سباق مع الزمن، إنجازاته في كامل الحب ومنتهى الوطنية، فله كل الشكر والتقدير.